شو اللي خلاك تختار الإدارة وليس التدريب؟ طموحي مو طموح كأس الخليج. أي واحد عنده خبرة رياضية ممكن يجي ويحلل في أي قناة. إذا كان الاتحاد الكويتي لن يسمع الشعر الرياضي ولا يسمع الرياضيين، شو الفائدة؟ تم مطالب من قبل الجماهير. تناقض صراحة. رياضة بالكويت رياضة ناقصة. لا في احتراف لا في مادة. شو اللي ينقص؟ الاحتراف والتفرغ. هل الشهرة بتأكل عيالي؟ ما يقدر المدرب الكويتي انه هو يعطي؟ مع احترامي حق المدرب الكويتي ما يقدر يأدي ولا احت يعني. هاي شباب، كم مرة حقق اللاعب يوسف السويد لقب كاس الخليج؟ تقريبا بول 2000. الله يعطيك العافية وطول في عمرك. لازم تحطوا لي شيء ارتفع عليه عشان اطالع. يا سله يا طائره. هو طويل يعني احتمال تكون سله يعني. اللاعب حمد بو حمد تعرفه؟ اي وكاهو يا اخر. زين الجائزه لك ولا لا؟ اللاعب احمد موسى. احمد موسى اللي يلعب بالعربي؟ مو مره ترى بالكوره. ما حد يسمع. اعطوني جائزه.